السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا كلنا مفكرين بان انت في مواقع بتحول اللي بتكتبه لصور، دلوقتي في مواقع بتحول اللي انت بتكتبه لفيديوهات. في موقعين مشهورين بكده، تمام؟ ده الموقع الاولاني اسمه ميك فيديو دوت استوديو، وده تبع ميتا اي اي اللي هي الشركة المالكة للفيسبوك. مجرد تقوله مثلا انا عايز كان في فرشة بترسم، او انا عايز مثلا دب بيرسم دب، انا عايز روبوت بيرقص في ميدان سكوير في ميدان تايمز، عايز قط بيتفرج على التلفزيون وماسك ريموت كنترول في ايده، طبعا الايد متاخده حرفيا مش ايد قط، وهكذا. يعني مجرد تكتب اللي انت عايزه يقدر يعمل لك فيديو في ثواني، او تديله صورة وتقول له انا عايز بقى تتحرك وتشوف الموج بيخبط فيها وهكذا، الصورة تبدأ إنها تبقى فيها حركة. ده من غير برمجة أو شغل تقيل أو حاجة زي كده. الصور الثابتة نقدر إن احنا نظهر فيها الحركة زي ما انت شايف. وطبعا جوجل متفوقة في الموضوع ده جدا، صور ثابتة او انت بتكتب الوصف هو يحول لك لفيديوهات زي ما انت شايف. لكن الاتنين حتى الان مش مسموح للناس كلها انها تجربها، لكن خلال ايام هتبدأ انها تبقى موجودة. هي موجودة بس يعني مش بشكل ظاهر، تمام؟ يعني مثلا في بعض الصور بدأت تظهر في الفيسبوك وكده، لكن ان انت تقعد تجربها زي الميدجورني حتى الان مش مسموحة، او لسه في مجال الدراسة على الناس اللي شغالة في جوجل والفيسبوك هم اللي شغالين عليها.